السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. انقطعت سلسلتنا لشرح قصيدة عنوان الحكم ليومين من الأسف، واليوم نواصل مسيرتنا. يقول الإمام البستي رحمه الله: كفى من العيش ما قد سد من عوز، كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر إن حققت غنيان. عوز فقر وفاقة، عوز يعوز وأعوز يعوز، أي قل ماله، افتقر، احتاج. فيقول الإمام البستي رحمه الله: كفى من العيش ما قد سد من عوز. سد أي ملأ، وأغنى، من عوز أي ما دفع الفقر والفاقة، وسد فاقة الإنسان، وبه يقال سداد العيش أي كفاف العيش، لأنه يسد به الرمق، وتسد به الحاجة، فيكفي الإنسان من العيش أي من أسباب العيش وأدوات الحياة والمال والغنى ما يسد رمقه، وما يغنيه من العوز والفقر والحاجة، وما سوى ذلك فهو فضول. ففيه للحر إن حققت غنيان، في سداد العيش وكفاف الحياة غنيان أي غنى وكفاية للحر، للكريم، يكفي الكريم ألا يحتاج إلى السؤال، يكفيه أن يملأ بطنه بخبز بائت، بكسرة خبز، تجوع الحرة ولا تأكل من ثدييها، كذلك يجوع الكريم ولا يتكفف ولا يسأل الناس ولا يحرص ولا يفتح فاه ولا يلهث وراء المال الكثير. كفى من العيش ما قد سد من عوز، ففيه للحر إن حققت غنيان، ما قل وكفى خير مما كثر وألهى. الكثير من المال إذا كان ملهيا مطغيا وهو يثير الحرص والهوس فهذا شر، وإذا كان الكفاف يسد رمق الحياة ويغني الإنسان فهذا خير كثير. وذو القناعة راض من معيشته، وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أسرى فغضبان. هذا شرح وتفصيل للبيت المتقدم. القناعة ثروة عظيمة، إن الغنى غنى النفس، لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان،
ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب وصلى الله وسلم على من قال ذلك. الإنسان إذا كان حريصا لا يكفيه مال الدنيا بحذافيرها، وإذا قنع فيكفيه كسرة من الخبز وجرعة من الماء. يقول أحد الشعراء: ما كل ما فوق البسيطة كافيا، ما كل ما فوق البسيطة كافيا. البسيطة الأرض، وجه الأرض. لو أن لك ما في الدنيا كلها لا يكفيك إذا لم تكن قانعا. ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. وتعافلي طمع الحريص مروتي، وتعافلي طمع الحريص فتوتي، ومروءتي وقناعتي وعفافي. إن الغنى غنى النفس. أحد الملوك قد صار مذاقه فاسدا، لم يعد يستمرئ الطعام، لا يجد لذة في الطعام، ورأى بستانيا يأكل ما تيسر له، ولقمة في فمه، ولقمة في يده، ونظره إلى لقمة ثالثة، فتأسف وتحسر، وهو ملك وهذا بستاني، فما في الدنيا إلا ما يكفيك وما يسد حاجتك، وما سوى ذلك فلا حاجة لك في أن تأخذها أو تدعها. وذو القناعة راض من معيشته، وصاحب الحرص إن أثرى فغضبان. أثرى أي صار صاحب ثروة، أثرى يثري من ثروة، والهمزة فيه للصيرورة، أورق أي صار ذا ورق، أثرى أي صار ذا ثروة. فإذا أثرى إذا أثرى وصار غنيا، ولكن طبيعته الحرص فهو لا يرضى أبدا. فخير الغنى غنى النفس، وكن قنعا تكن أشكر الناس. هذا شكر لله سبحانه وتعالى أن تكون راضيا بقضائه وقدره وقسمته. الله سبحانه وتعالى أعطاك كثيرا، وكثير من الناس لا يجدون ما يملؤون به بطونهم، فينبغي أن تحمد الله سبحانه وتعالى. بعد ذلك يقول: حسب الفتى عقله خلا يعاشره، حسب الفتى عقلا، حسب الفتى عقله خلا يعاشره، إذا تحاماه إخوان وخلان. حسب الفتى أي يكفي الفتى، حسب كافي. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني إن الله سبحانه وتعالى كافيك يا أيها النبي، وكافي من اتبعك من المؤمنين. الله يكفيك ويكفي المؤمنين جميعا،
حسب الفتى عقله خلا يعاشره. يكفي الإنسان عقله ليكون صديقا له. عقله خير صديق وخير خليل له. يعاشره أي يعايشه، يصاحبه، يرافقه في الحل والترحال. العقل والذكاء والفهم والفراسة والأوصاف الأخلاقية والقيم النبيلة العالية، هذه هي أفضل ما يصحب الإنسان، هذه نعمة عظيمة، وذلك خير صديق وخليل له. إن تركه الناس فله في عقله وفي خلقه غناء وكفاية، وهو لا يتبرم ولا يستوحش، لأنه يحمل في نفسه علما وعقلا وخلقا، ويكفيه ذلك ليكون مصاحبا له. حسب الفتى عقله خلا يعاشر، خلا أي صديقا خليلا، يعاشره أي يعايشه، يصاحبه، يكون معه في الحل والترحال. إذا تحاماه أي إذا اجتنبه وتحاشاه وتركه إخوان وخلان، لا بأس أن يعتزلني الناس، أن يغضب علي الناس، إذا كنت على الطريق المستقيم فلا ينبغي أن أتأسف بترك الخلان واعتزالهم لي. هما رضيعا لبان حكمة وتقى، هما رضيعا لبان حكمة وتقى. رضيعا لبان أي أخوين أرضعا بثدي واحد، وهذا مثل يضرب لشيئين متلازمين رفيقين. فيقول الإمام البستي رحمه الله: حكمة وتقى كإلفين متآلفين ورفيقين يتصاحبان ويتلازمان، لا يفترقان ولا ينفك أحدهما من الآخر. إذا كان عند الإنسان حكمة فلا بد أن يصحبه التقى، لأن الحكمة تعلمه التقوى، تعلمه الخوف واستحضار عظمة الله سبحانه وتعالى، لأن من لا تقوى له لا حكمة له، لأن حكمته لم تدله على معرفة الله سبحانه وتعالى. هما رضيعا لبان حكمة وتقى، وساكنا وطن مال وطغيان. والمال والطغيان والتجبر والتكبر صفتان متلازمتان. ساكنا وطن أي كمثل رضيعا لبان، يكونان معا في كل مكان. فإذا جاء الإنسان المال جاءه الكبر والغرور، إلا من رحم ربك. لابد أن نستثني من ذلك عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان وأمثالهما من الصحابة والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فالمال فيه خير كثير. إذا كان المال للإنفاق في سبيل الله، وإذا كان المال يطلب به الإنسان رضا الله سبحانه وتعالى، فهو مال مبارك. ولكن طالما يكون مع المال الطغيان والتكبر والبطش والظلم والبغي والعدوان، عافانا الله سبحانه وتعالى من ذلك. إذا نبى بكريم موطن فله،
إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. نبى به المكان أي لم يوافقه هذا المكان، لم يطب له العيش في هذا المكان. إذا نبى بالإنسان المكان فلا ينبغي أن يكون ذليلا صاغرا ويعيش في هذا المكان، ينبغي أن يترك، لأن أرض الله سبحانه وتعالى واسعة. إذا نبى بكريم موطن، إذا لم يوافق أي وطن ولم يطب لك الناس فيه، الناس يذلونك وأنت تتعب وتشقى في هذا المكان، فلك الدنيا كلها. إذا نبى بكريم موطن فله وراءه في بسيط الأرض أوطان. أنت تجد أهلا بأهل وجيرانا بجيران وخلانا بخلان، ولك أسوة في القمر، إنه لا يزال يرحل، لا يلزم مكانا واحدا. فالكريم لا يعيش ذليلا، بل يعيش عزيزا كريما منيعا. إن لم يوافقه هذا المكان يتركه إلى مكان آخر. بارك الله تعالى فينا وفيكم، ونفعنا وإياكم بما علمنا وبكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه أجمعين.